السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. لقاء يتجدد، بسعد معكم دايما. مين هو مهدي بهجو؟ أحد جواسيس الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني اللي موجود في مدرجات ملاعب الدوحة، بيراقب النشطاء وبيراقب مشجعي المنتخب الإيراني. مين هو أيضا؟ مسعود حيدري. مسعود حيدري من أهم جواسيس البسيج اللي موجود أيضا في مدرجات المباراة، وكان موجود أمس وتم تصويره في المباراة المنتخب الإيراني أيضا مع الويلز اللي فاز فيها المنتخب الإيراني. لكن أيضا في شيء مهم جدا ظهر فيه خلال الثورة الإيرانية وكان موجود أيضا في مدرجات مباريات المنتخب الإيراني أمس، وهو العلم المثقوب. يعني في علم مثقوب إيراني دلوقتي، ده بيرمز لإيه وده أهميته إيه في الثورة دي؟ ولكن أهم ما في الموضوع هو الشعور النظام الملاهي، إنه المباريات بتلعب في الدوحة والمشجعين الإيرانيين ابتدوا يتخذوا المدرجات الملاعب اللي هو نشر أو اللافتات أو اللي هي يعني بتكلم وبتحفز على أن النظام أشرف على السقوط. وقامت أفراد من البسيج وأيضا أفراد أخرى من الحرس الثوري قاموا بعمليات، مش نزع اللافتات لا، قامت بعمليات اعتقال داخل المدرجات وخارج المدرجات. ده اللي بيلفت النظر لوجود أفراد من الجواسيس أو من اللي هم الضباط التابعين سواء للبسيج أو للحرس الثوري. كلام مهم جدا، تابعوني على مدار الحلقة. أهلا بيكم في حدث اليوم، رجاء تفعيل الجرس واعمل إعجاب للحلقة عزيزي المشاهد عشان خاطر المحتوى يزيد، وفي نفس الوقت بيزيد دعم للقناة وبيكون بتظهر صورة أفضل جميع الحلقات. الحقيقة انه الاستخبارات الإيرانية نشطت جدا في الفترة الأخيرة، وخاصة في مونديال الدوحة. المباراة الأولى اللي كانت للمنتخب الإيراني اللي هو لم يردد النشيد الإيراني، يعني أصابت النظام الملاهي هناك في بمقتل، لأنه يعني لعبة كرة القدم هي الأشهر على وجه الكرة الأرضية وبالنسبة للشعب الإيراني مهم جدا، فدي أثبتت أنه النظام غير مرغوب فيه. من هنا ابتدى يرسل عناصر من البسيج وعناصر من الاستخبارات سواء تابعة للبسيج أو عناصر تابعة للاستخبارات التابعة حرس الثوري الإيراني. في الحقيقة أنه كان يعني خير من الممثلين دول، وأن هم تم تسريب صورهم من النشطاء الإيرانيين وأيضا من شخصيات أخرى قامت بتسريب لهذه الصور الأسامي، سواء أن هم موجودين في المدرجات تم تصويرهم أمس وتم تصويرهم يعني قبل يومين. في الحقيقة أنه مهدي بهجو هو أحد أهم عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، وان هو من الشخصيات المعروفه. لكن الغريبه في الامر انه يعني عناصر الاستخبارات التابعه للحرس الثوري ليهم صفحات على الفيسبوك او على تويتر، وان هو يبدو ان هم يعلمهم جيدا. لكن الحقيقه انه يعني النشطاء يعني هم عرفوا الشخصيات دي اكتر ازاي، هم واضح ان هم متابعين يا اما في عمليه اختراق للاجهزه الامنيه الايرانيه. مهدي بهجو ده من عناصر الاستخبارات التابعه للحرس الثوري، حضر المباريات، وان هو كان يعني ان هو ظهر بصورة المشجع الإيراني، ولكن حقيقة الأمر ان هو كان بيراقب المعارضين واللي هو كان بيشوف ويراقب اللي هو حشد المشجعين اللي هم بيقوم برفع الأعلام لإيران الحرة، اللي هو العلم اللي ابتدى ينتشر خاصة في مدرجات مباريات المنتخب الإيراني في الدوحة، وحشد الثوار من داخل الاستادات، وايضا ان هو كمان بيعرف العالم اللي هو بيقوم بعمليات قمع إعلامي. يعني برضو نلاحظ أنه المباريات اللي بتتم بثها دي لصالح أنهم إظهارهم لحشدهم وأنهم بيقوموا النظام القمعي الملالي، في نفس الوقت أن دوت بيظهر النظام أنه هو قمعي أمام العالم كله. لكن في الحقيقة أنه الاستادات في الدوحة تم اتخاذها كمنبر مهم جدا للمعارضة الإيرانية وللنشطاء الإيرانيين في رفع اللافتات المناهضة للنظام الملالي في كأس العالم، وأيضا لإظهار قوتهم ودعمهم للثورة في الداخل الإيراني. لكن الحاجة الملفتة للنظر أن المنتخب الإيراني في المباراة الأولى أن هو يعني لم يردد النشيد الوطني، يبدو أن هو التهديدات بالقتل
والاعتقال يبدو ان هي اثرت فيه جدا. الدليل على كده انه في مباراه ويلز امس اللي انتصر فيها المنتخب الايراني 2-0 ردد النشيد الوطني او ردد النشيد الخميني يعني في او النشيد اللي هم الجمهوريه الايرانيه. الامر ده يثبت ان هو قد ايه خوف ورعب المنتخب الايراني. ده خلى الجمهور كان بيهتف ضد النظام من الـ من الـ من المدرجات، وان هو يعني غضب من الفريق الايراني اللي هو بيشجعه. لكن كان واضح جدا ان اسلوب المنتخب الايراني ان هو خوف من الاعتقال او من رسائل التهديد اللي انا قلت عليها قبل كده من تصريحات لكروس اللي هو كروش كروش اللي هو مدرب المنتخب الايراني. النشطاء الايرانيين ايضا ابتدوا يعني ينشروا او بثوا الصور للقيادي والجاسوس من البسيج، وهو شخص معروف جدا، بنشوف صوره التابع للحرس الثوري، اسمه مسعود حيداري. مسعود حيداري دوت كان بيقوم بقمع الثوار قبل ايام من مباراه كاس العالم، وعنده اصابه في ايده وواضحه جدا، لكن يبدو ان هو اصر على الحضور بصوره المشجع، ولكن يبدو ان الامر ان هو يقوم بالمراقبه وفي نفس الوقت قد يتم عمليات الاعتقال والقمع، ووارد جدا يكون عمليات القتل هناك ممكن او الاغتيالات تتم لشخصيات معينه ما عندهمش مشكله خالص، لانهم كده كده بالنظام القطري متواطئين. لكن ارتكاب الجرائم دي بحق يعني بحق احتجاج او ثوار الايرانيين حتى من مدرجات الملعب، دي كانت واضح ان هي ليها تاثير كبير جدا على النظام الملالي. ايضا في حاجه مهمه جدا، انه هل للدرجه ديت النظام الملالي او الاجهزه القمعيه هناك والاجهزه الامنيه يعني انفضت من الضباط او من العصابات اللي هي بتقوم بالقمع ان هم يرسلوا فقط الشخصيات اللي هي تم معرفتها ديت، او ان هو ده مصاب وان هو راح يعني وصل هناك الدوحه لمراقبه القمعيين؟ يبدو ان في عجز هناك من الضباط من النظام القمعي هناك. تأثير الصبر على حراس النظام الملاهي، ويبدو أن هي أرعبت النظام جدا، وصلت المرحلة لأن النظام يعني في حالة يعني ذهول من الثورة. إرسال يعني شخصيات من الأمن من البسيج والحرس الثوري يبدو أن هي هتستمر طول وجود اللي هو المنتخب الإيراني هناك. اللي فوزه أمس في المباراة مع ويلز اداله حافز وأنه هو قد يستمر إلى الدور الثاني. العالم الإيراني المثقوب ده ليه قصة، ابتدأ يظهر في مدرجات ملاعب الدوحة أمس، وده العالم المثقوب ده تم اجتزاؤه من هو صورة من العلم الروماني اللي تم استخدامه في ثورة ضد نظام تشاوشيسكو 1989، بعمل ثقب بالعلم، وأصبح العلم ده يعتبر اللي هو العلم الممزق، يعني هو يعتبر أحد رموز الثورة هناك. يعتبر العمل من الثوار والاحتجاجات عمل دؤوب ضد نظام الملاهي لإسقاطه، فبيتم استخدام أساليب من ضمنها الأسلوب اللي احنا اتكلمنا عنه، وهو استخدام العلم المثقوب ده دليل على التمزق النظام وان هو اشرف على الانتهاء. عندما سالت وسائل الاعلام الهنديه علي بكر كاني عن اللاعبين المنتخب الايراني وان هو لم يردد ان اللي هو النشيد الجمهوريه اللا اسلاميه، قال لهم لا، يعني قال لا ده هم رددوا النشيد ولكن كانوا بيهمسوا النشيد، يهمسوا يعني كانوا بيقولوا في سرهم يعني، لمحاوله لاقناع وسائل الاعلام الغربيه او الاجنبيه انه الامر لا، ده المنتخب الايراني هو موالي للنظام، وان هو كنا نقول النشيد يبقى هو موالي للنظام، لان النشيد ده يعتبر نشيد للعقيده الخمينيه اللي هي نشرت النشيد اللي هو الفاسد ده. اظهار النظام بان هو متماسك عبر انه المنتخب الايراني قال النشيد دي نتيجه القمع والتهديد بالقتل. استخدام الحرس الثوري لعناصره داخل المدرجات من القمع والاعتقال والمراقبة وعمليات الاغتيال أيضا، ممكن جدا الأمر دوت يزيد الأمر، يعني القمع ما بيقومش بإخماد ثورات، يعني الثورات يعني ما بتنتهيش بالقمع، لأنه
اي ثورات تانية القمع فيها ما بيجيبش نتيجه، لكن التغييرات الداخليه هي اللي بتجيب نتيجه، تحقيق المطالب هي اللي بتجيب نتيجه. لكن الايديولوجيه الايرانيه والعقليه الملاليه ما بتفهمش الكلام ده، هي ما بتفهمش غير بس اسلوبها هو القمع والتهديد واستخدام الرصاص الحي او الطلقات الناريه لاسكات الجمهور. ايضا عمليات الاغتصاب اللي احنا اتكلمنا عليها، هتستمر عمليات القمع من النظام ظنا منهم ان هم هيقمعوا الثوره، ولكن النشطاء والمعارضه هتستخدم نفس الاسلوب وهيتم زيادته. عايز اقول لكم انه استمرار الثوره للشهر الثالث اربك النظام، وهيكون في مفاجآت كبيره جدا. انتظروني بامر الله في البث القادم، مفاجاه كبيره جدا، اخبار وتسريبات عن جلسات سريه من شمخاني اللي هو رئيس الامن القومي، وتسريبات نقلا على وول ستريت جورنال. انتظروني بامر الله في مفاجآت من العيار الثقيل عما دار في الغرف المغلقه ومحاوله النظام الملالي لبقائه ووجوده والاساليب اللي بيستخدمها عشان خاطر ان هو يبقى. العائلتين، عائله الباقيين يعني من عائله الخميني وايضا من عائله رفسنجاني، يحاولون مع ابراهيم رئيسهم استخدام البديل قبل مجيء الحرس الثوري وان هو يستولي على السلطه. انتظروني بامر الله، تابعوني على حدث اليوم. حفظ الله الباقة العربية السعودية والدول العربية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.